مجددا صباح الخير لك الأعزاء المشاهدين، وأكيد لكل اللي انضموا لنا بهالفقرة من صدر حديثا. اليوم مع هذه الرواية المعركة، بل معارك صدام الحضارات والثقافات والمذاهب والطوائف، ونهاية التاريخ الذي يحتفظ مهندسوه بلحظة القبض على روحه كما حددوا بدقة لحظة ولادته. هكذا هي هذه الرواية، وذلك في مقدمة الدكتور علي منير حرب لرواية العرافة ذات المنقارين الأسود، حياة ذات المنقار المنقار الأسود عفوا. واليوم بهالإطار بيشرفني وبسعدني أن يكون عم بستضيف بهذه الفقرة الكاتب والروائي الأستاذ محمد إقبال حرب. صباح الخير. صباح النور أستاذ رايب، أهلا شكرا على وسهلا، الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. نحن كان لنا لقاء حول الرواية السابقة، ولكن اليوم مع هذه الرواية الجديدة اللي حتى شوي يمكن هيك اسمها بخوف، برغم السواد والعرافين اللي سمعناهم وبعدنا يمكن عم نسمعهم ومصدقينهم على راس السنة وهلم جرة، يعني على مدار السنة مش بس يقتصروا على أول سنة. بس خليني بلش هيك معك أستاذ محمد اليوم على الفكرة، أو خليني أقول الشرارة اللي من خلالها انطلقت لكتابة هذه الرواية. كنت عم تخبرني أنه امتدت لأكثر من سنتين هذه الكتابة. يعني أول شيء رواية العرافة هي رواية خيالية رمزية، ممكن تقول فلسفية، على لسان الطيور، تحكي قصة الإنسان أو كما سماها دكتور علي حرب بني تراب عبر التاريخ، نعم تجسد المشاكل والمعاناة البشرية من الحب والكراهية، من الحسد، من الحقد، من المؤامرات والدسائس التي تعصف بالكون بكل الدول عبر العصور. يعني العرافة موجودة في كل لزمان وفي كل آن. يعني العرافة هي السلاح مثل ما بيقولوا الأمضى في تدمير الشعوب، لأنها صحيح، تدخل بالقداسة وبالحكم وبالحكمة وتتغلغل في الدولة العميقة وتفتتها من الداخل من الأسفل. أستاذ محمد. يمكن هذه هيك الرواية مثل ما بيقول عنها هي معركة، معركة شو؟ فلسفة الحياة، معركة الوجود، معركة الدخول إلى عمق الحياة لنستكشف ونستشف ما هو أبعد من هذه المشاعر، أو يمكن هيك المواقف اللي تحدثت عنها. يعني هي هذه المعركة أزلية، معركة دائمة بداخل الإنسان بين بيسموه الخير والشر. يعني أنا عندي اعتراض على كلمة الخير والشر. يعني هي معركة دائمة بين ناس ما عندها مبادئ وناس عندها مبادئ. الناس تريد الاستحواذ على الآخرين واستعباد الآخرين. والشيء الغريب إنه الكائن الوحيد الذي يستعبد بني جنسه هو الإنسان. اليوم هيك دخلت بتاريخ البشرية بالأساطير، بالحضارات، بالثقافات، بالأبطال، بأسرار مشبعة هذه الرواية، بالرموز، بالصور، بالتفسيرات اللي على الإنسان أن يجد نفسه فيها. هيدا الأسلوب المعتمد لوين بيوصل القارئ؟ هلا ممكن هو يكون في صعوبة بعض الأوقات بتحليل الرموز، بس ما بعتقد معقد لهالدرجة بهذه الرواية بالذات، ممكن بالرواية السابقة كان معقد أكثر. لكن الرمز دائما بيدخل إلى عمق الإنسان. يعني أنا لما نعم بدي أحكي عن أحد اللصوص واجي اقول له انت لص وكذا وكذا وكذا، حتى اللي حواليه حتى اصحابي بينتقدوني ليش عم بهين الشخص. بس لما انا بتكلم عن في لص، هيدي مواصفات اللص،
هني لوحدهم بيكتشفوا من هو اللص، وهني بيبعدوا عنه لانه عرفوا. فالرمزيه تدخل الى الروح بسلاسه، والانسان بيقدر يستشف العبره منها مهما كانت معقده او صعبه. على الاقل بيلاقي ان في خيوط تربط هذا الرمز بهذا الحدث. ما بدي اقول بهذا الشخص لانه الشخص هو عابر، والديكتاتور موجود في كل العصور، واللص في كل العصور، والعرافة هي موجودة أكثر من الجميع، هي في حلو. كل مكان. تجرأت وكشفت النقاب مثل ما بيقول هيك بهالتوطئة دكتور حرب، وتمزيق غشوات الزيف والأوهام ورفع الستائر الحاجبة للحقائق عن الحقائق، وغصت حتى آخر الأعماق في الاستقراء والتقميش وسبر بواطن الأجندات الغامضة، كلها فيها كشف، فيها دخول إلى العمق. عادة الروائي يمكن يبتدع، يمكن يتخيل، بس عادة ما يهرب من كشف الحقيقة أو من يقول أن يسمي الأمور كما هي. كيف هيك قدرت توازي بين أنه ما تكون بكشفك لهذه الحقائق تكون بنفس الوقت كمان يمكن عم بتدين أو عم بتوجه أصابع الاتهام إلى فئة معينة أو إلى أشخاص معينين؟ يعني هو إذا أنت بدك إذا بدنا نوصل الرسالة لازم تكون رسالة مثل بقولوا أنيقة ولائقة. ما فيك تيجي تدخل أنت اول شيء ما فينا نخبي وجهنا من المشاكل الموجوده والمتراكمه. ما فينا نخبي الانسان باي مكان انه في مستعمر اذا بدك تسميه، او قوه خارقه تستعبد الاخرين، وفي مستعبد. انا دخلت بفلسفه او بحقيقه الجهتين، يعني كيف انه مش جهه على حساب جهه، او مش جهه على حساب جهه، لا، لانه عاده الواحد ما بيخسر لانه هو ضعيف، لانه الثاني كمان قوي، او هداك عمل الواجبه وهيدا ما عمل واجبه. يعني في تقصير من الاثنين، او في فكر انتصر على فكر اخر. يعني مثلا اذا بدنا نحكي عن الارض الموعوده اللي هي استعمل فيها التاريخ، استعمل فيها التزييف، استعمل فيها اشياء كثيره بقداسة دينية وبكتابة دينية. هون بيجي الدور الأساسي في تحطيم الشعوب، هن كيف بيربوا أجيالهم على كراهية الطرف الآخر، كيف بيدخلوا براسه أنه في، يعني هذه بالقصة أنه كيف الدجاج الأبيض هو الأذكى وهو الأقوى وهو الموعود بأرض بالمزرعة الذهبية منذ آلاف السنين. هالرمزية اللي استعمل الرمزية، نعم. وكيف الدجاج الآخر اللي استقبلهم وكيف تسللوا عبر الخدم، وهذا أنا بلاقيها أخطر شيء في القرن في عصرنا، دخول الخدم إلى بيوت الناس وتحطيم هذه القيم. لما أنا عم دخل الخدم الغريب من بلاد تاني، مش من بلدي، من بلد تاني، عم جاب ثقافة جديدة، ممكن يكونوا يعني عامل بسيط او عامله بسيطه وناس عاديين جدا، بس ثقافتهم مختلفه، عاداتهم مختلفه، الايمان تبعهم مختلف مهما كان صح، مش عم نحكي على الصح والله، بس شيء مختلف عم يدخل على عم بي عليك، عم بيزعزع لك الثوابت والمناقب اللي هي بتبني مجتمعك. من هون لما يتحطم المجتمع، وعادة مثلا بالقصة هذه الخدم اللي بيدخل مدربين لزرع الكراهية والفتن وتفتيت الروابط الأسرية والاجتماعية بالمزرعة. حلو، ويفعل فعله، وهذا طبعا هو اللي بيجيب النتيجة بالآخر عشان يدخل القوي ويسيطر، وكل ذلك بفعل مين؟ العرافة. حلو.
استاذ محمد، اليوم يعني تقريبا برصيدك 12 رواية، وهيدي رقم 13. لا هي 10 تقريبا، لأنه في من بين روايات ومجموعات قصصية، الرواية الرابعة هيدي. هيدي الرواية الرابعة. كيف يمكن اليوم للكاتب ألا يعيد نفسه في الروايات ويحس أنه بكل رواية في بعد جديد، في مقاربة جديدة، في حبكة جديدة، في سرد جديد، في أحداث جديدة؟ يعني هي مثل ما بقول القضية مش سهلة. لكن هالأشياء موجودة بالمجتمع، كل المشاكل، كل الآلام، كل الكل الأحزان بيشوفوها. موجودة. كيف بدنا نشوفها؟ يعني في مثل مش عارف إذا إنجليزي ولا هندي، بقول لك إذا ما بتشوفها مش معناتها مش موجودة. صحيح. If you don't see it, it doesn't mean it's not there. فهي موجودة، المهم نعرف نشوفها، نعرف نربط الخيوط. يعني في المشكلة اللي بلاقيها هون بالكتاب انه دائما كتابات وردة فعل. يعني شفت اثنين عم يتخانقوا بالشارع، اخذ موقف زلمة، بتل هذا عم يضرب مرته وهو غلطان، وبلش الذكورية. اللي بفوت اعمق شوي ممكن يلاقي انه الظروف الاقتصادية والى اخره، اللي بفوت اعمق اكثر بيلاقي مشاكل. فانت بدك تتعمق وتدخل على الجذور، وهيدي الصعوبة بعتقد انا بالكتاب اللي بدي انا لما اكتب اني ادخل على الجذور. يعني احيانا بضطر بقرا وبدور وبسال لحتى اوصل لسبب ليش هيدي عم بتصير هيك، ليه في شحادين كثير بلبنان هلا. يعني هيدا من الاسئلة اللي العرافة، ليش في عرافة؟ ومن هي؟ عندنا العرافين هلا، يعني اخر على كل اخر سنة بيطلع لنا كم عراف بيحكوا على التلفزيون. انا بعتقد مهمتهم تحطيم المواطن وقتل كل امل فيه. ما بيحكوا لك على خبر واحد، لا، يعني السماء لم تخبرهم بخبر جيد. فهيدي هم العرافين يتذرعون بالسماء، لا ندري من أين. ما هيدا اللي عم بحكي، هن عم بيقولوا انه السما، هل في مخابرات وراهم؟ ما بعرف. هل في دسيسه؟ ما بعرف. هل هن لازم يقرأ الرواية لازم يقرأ؟ ليعرفوا. عادة الرواية هيك بتحمل يمكن سرد متواصل، بس هيك أنا وعم بطلع وأقرأ لقيت في عناوين اللي كأنه هيك فصول. شو السبب كان من هيك لياخذ استراحة هذا القارئ؟ هي يعني انا يعني هي مثل مراحل. انت لما بتكتب روايه بتنتقل من مكان، مثلا عم بحكي عن اجداد المتن، وبعدين بدي احكي عن بعلبك. يعني بتنتقل، ما فيك تربطهم، يعني ما في وصله انه اربطهم. فانا عم بحكي عن فضاءين مختلفين. نعم. فلما بروح فصل تاني فضاء مختلف عن الاول. يعني هي يمكن هيك المقاربة أبعد وأشمل، يعني مش محصورة بزمان معين ولا بمكان معين. لا هي بتحكي عن مزرعة في مكان ما على كوكب الأرض، وفي مزارع بيجوا من أماكن أخرى، ولكن في أجيال، عدة أجيال عم بتسلم أجيال عم بتسلم المزرعة. أجيال. كيف بينتقل الكره والحقد، وكيف اللي بتجي ودان مثلا اللي هو الحكيم اللي كان قائد عسكري، وبصير عليه مؤامرة من العرافة ومن رئيس المزرعة لأنه كان قائد عسكري قوي، وبيروح على المغارة المقدسة وهو ما في أصلا مغارة مقدسة. وهذا بالعرف، يبتدعها بالعرف هو المتعارف عليه عبر العصور ايه. انه في مغارة مقدسة، وفي مثل المنقذ في بكل الرسالات. يعني في عندك بالديانات هلا تقريبا بالعالم في 10 منقذين منتظرين من كذا الف سنة لحتى يجوا، وهيدا من ضمنهم المغارة هيدي اللي بتروح تقدم فيها قرابين. نعم. وطبعا هي غير موجودة. حلو. فبيروح وراء الوهم، ولكن بيمشي بأحداث الرواية
بيكتشف ويعود. استاذ محمد، عادة يعني هيك الأغلبية بيعرفوا قصص كليلة ودمنة، وهل السرد الحكمي والأسلوب الحكمي الذي يعتمد كمان على لسان الحيوانات. هالرواية هي تقارب كليلة ودمنة كمان بلسان الحيوانات. لا، هيدي على فكرة ممكن تعتبر الجزء الثاني من كتاب الحقيقة للفائز بجائزة نعمان، نجاس نعمان للثقافة بالمجان. القصة يعني بالأول كتير لما سمعوا بالقصة للحقيقة وبهيدي إنه قريبة من كليلة ودمنة، هو الشيء الوحيد القريب استخدام حيوانات. الحيوانات، لكن أنا خلقت عالم متكامل من عالم الدجاج والعصافير والطيور، وحاولت كل جهدي ما استعمل كلمات أو أفعال بشرية بالرواية، بهذه الرواية وبالرواية السابقة. يعني عالم متكامل من الدجاج. الكليلة ودمنة مؤنسنة، فيها كتير أشياء، تعابير إنسانية وتصرفات إنسانية. ما بعرف هيك. أكيد اليوم صار في توقيع لهذه الرواية خلال معرض بيروت الدولي التوقيع للكتاب. يعني مثل ما بقولوا على السريع، لأنه كانت جديدة، ما كان في وقت إنه نقدر نعمل ندوة توقيع. حولها، بس يمكن بعد شهر أو شهرين نعمل ندوة. يمكن هيك اليوم لما الكاتب يكون أو الروائي عم يكتب وعم يحبك يمكن كل هالأحاديث والأخبار والمحطات ليوصل القارئ إلى، خليني أقول هيك، إلى تصور معين، ما يحط له إطار ولكن يخليه يفكر خارج الحدود. بالتأكيد شو هيك كانت، يمكن لوين كنت بدك توصل اليوم زوادة هذه الرواية اليوم، الرسالة اللي كنت بدك توصلها لكل من سيقرأ؟ يعني بصراحة، يعني لما واحد عم بيكتب رواية ممكن نظرة شاملة يقول مثلا أنا بدي أضوي على حقيقة كذا، أو بدي أحكي عن موضوع. أنا من النوع اللي كل يعني دائما بكتب عن التابوهات، يعني بتحدى صحيح، الأشياء. المعتاد والأشياء إيه، لأنه التي أنا برأيي إنه الكاتب هلا هو حركته اللي بده اياه ويعمل اللي بده اياه، بس صحيح. اللي بده يكتب فعلا لسبب انساني او شيء، اول شيء بده يسعد نفسه، بيطلع منه بيفرجي نفسه انه كاتب او شيء، يعني هي شيء شخصيه، بينشرها ما بينشرها مش مشكله. بس لكن لما انا عم بعطي رساله او بحاول اعطي رساله او اكون جزء من رساله برواية أو بقصة، بتصور إني أطرح مثل الفنان اللي بيرسم لوحة على الجدار، الناس بتشوفها وكل كل واحد واحد بيفهمها. بيفهمها. يعني هذه الرواية بالذات مثلا، الوضع اللي نحن فيه ببلادنا، بأمريكا الجنوبية، بآسيا، كلها متشابهة، والكل يقدر أن واللي بيربطهم كلهم بنفس طريقة التدمير اللي هي العرافة. العرافة هي مش بدنا نقول الجاسوس، أكثر من جاسوس، الدخيل الذي يتمتع بالحكمة وبالذكاء وبالهالة المقدسة، هو اللي يعني بعطيك مثلا لورنس العرب بالجزيرة العربية، وفي شخصية تانية بس كمان مثله بس ناسي اسمه هداك، واثنين دخلوا وتعلموا اللغة العربية وما بعرف إذا أسلموا، وواحد كانوا عطول أبو محمد منهم، وآخر شيء لما رجعوا بريطانيا كتبوا كتب بتفرجيك قديش كان لهم تأثير كبير بتقسيم الجزيرة العربية وبتدمير الثورة العربية تبع الأمير فيصل بعتقد. وهيدا كله حصل مرة تانية بفلسطين، وحصل بأمريكا الجنوبية بعدة دول. العرافة هي اللي بتزرع الفتنة وتتغلغل عبر العصور. إذا حضرتك بتلاحظ كل مشاكل هذا القرن
سببه السياسي البريطاني من 120 أو 150 سنة، عندما كانت الأمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، زرعوا بكل هالدول فتن ومشاكل. هذا بسبب شو؟ الشخصيات المغمورة اللي هي عم بتفتت القيم الأخلاقية لها البلدان، وقطف ثمارها الحكم يعني الاستعماري، وبعده مستمر لحد هلأ. ما راح نحكي أكثر، خليها لليوم. مشاهد هو أكيد يقرأ هالرواية. لا أنا عم بحكي مش عم طفح تفاصيل الرواية، بس أكيد فلسفة الرواية طبعا هذه أو الأشياء اللي حفزتني إنك إني أكتب. أنا لفتني كمان شوي هيك هذا الإهداء إلى من أدرك إنسانيته قبل الفناء، وكأنه هالدعوة إلى اكتشاف الإنسانية قبل الفناء. يعني إنسانيتنا المحطمة المسلوبة التي تجلد كل يوم بالاستعباد وبالكذب وبالتدجيل من ناس ما عندها مشاعر، عم تحكم ناس عندها مشاعر وبتزعل ليش هاد عنده مشاعر، فبدل ما هي تاخد المشاعر عم تجرده من مشاعره. فالإنسان هون يعني لما ضاق طعم الإنسانية أو فقدها بتمنى أنه يقدر يوصل له قبل ما يفنى وما يعرف حاله أنه كان إنسان. الرواية الأستاذ محمد إقبال حرب، أنا بأشرك اليوم على هالإضاءة، على هذا الحوار حول روايتك الجديدة العرافة ذات المنقار الأسود، وعلى أمل دايما هيك بهالغزارة وبهال مع كل مولود جديد مع كل رواية جديدة نكون عم نكشف أكثر من أسرار هذه الإنسانية ونعيد أنسنة الإنسان، لأنه هذه هي الرسالة الأسمى في هذا العالم. أهلا وسهلا فيك وعلى أمل دايما اللقاء. شكرا جزيلا أستاذ روي لك ولتلفزيون مريم، وبتشكركم كثير ونتمنى يكون في لقاءات. أكيد احنا وياك دائما على الموعد ان شاء الله. اعزائنا المشاهدين بريك، واكيد من بعده بنكفي سوا بختام فقرتنا لليوم. خليكم معنا.